السلام عليكم سيدي، معكم سيد ياسين المدير التربوي والرئيس المؤسس لجمعية ملتقى الأجيال، وكذلك المدير التربوي لفرقة العم سوسو للتنشيط التربوي. سعداء جدا أننا نكون حاضرين إن شاء الله في هذا اليوم بمناسبة اليوم الوطني للشخص أو في وضعية إعاقة. من طبيعة الحال كانت مبادرة من الأخت زينب، الكوتش زينب، فسقنا أننا وصلنا الخبر ولبينا الدعوة بسرعة، لأن هذا نشاط تضامني، نشاط خيري، وحنا دائما مستعدين أننا نشاركوا في مثل هذه الأنشطة. فتحية لكل الأخوات والإخوة اللي ساهموا في نجاح هذا اليوم التربوي الترفيهي لفائدة نزلاء هذه المؤسسة، مؤسسة محمد الخامس لرعاية المكفوفين. كنظن أن هذا اليوم غادي يكون يوم متميز إن شاء الله، يوم تربوي بامتياز، يوم ترفيهي بامتياز. شكرا كذلك للإخوة في الجريدة الإلكترونية على التغطية الرائعة، وكنحييكم مرة أخرى، وكنتمنى إن شاء الله هذه المبادرات هذه تكون دائمة، وإن شاء الله احنا مستعدين كما قلت باش نقوموا باش نساهموا في نجاح بحال هذه الأنشطة هذه. تحية لكم وشكرا.